سؤالها الأخير حول المصحف الذي يكون في حواشيه تفسير، هل يأخذ حكم المصحف يا شيخ الذي ليس كذلك من ناحية مس المصحف يا شيخ؟ هو المصاحف اللي فيها حواشي، نعم الحواشي فيها مختلفة، منها مصاحف هي مصاحف، نعم الذي يراها لا يرى إلا مصحفا، مصحف وفي كلمة نعم كلمتين صحيح. على الحاشية، هذا لا يؤثر، هذا مصحف وحكمه حكم المصحف. لكن هناك مصاحف أو هناك كتب فيها المصحف مرسوما، نعم رسم المصحف، ولكن في حواشيها كلام وكتابات، إما تفسير أو نعم ما إلى ذلك من الأشياء الملحقة. في هذه الحال إذا كان الأكثر مساحة، إذا كان الأكثر مساحة هو القرآن فهو فحكمه حكم القرآن، وإذا كان الأكثر مساحة هو ما زاد في الحواشي فإنه ليس بقرآن. من أهل العلم من يقول إذا كان الأكثر كتابة مو مساحة، كتابة عدد الأحرف، يعني الكتابة الأحرف والكلمات الأكثر غير القرآن، فإنه يكون حكمه غير القرآن. وأما إذا كان الأكثر هو القرآن فإن حكمه حكم القرآن. العجيب الجلالين، تفسير نعم الجلالين، يقولون إن عدد أحرفه عدد أحرف القرآن. طيب هنا هنا لا هذه مشكلة يعني. فهنا نرجع إلى القول بأن النظر إلى المساحة، إذا كان الأكثر مساحة القرآن فإنه قرآن، بمعنى أنه يأخذ أحكام القرآن. أحسن الله إليكم يا شيخ.